مش الالكترو فوريسيس. لك ايه بقى، ايه فكره الالكترو فوريسيس او ازاي نفصل البروتينات عن طريق الشحنه الكهربائيه بتاعتها؟ والله لك ان البروتينات بشكل عام ماده اسمها انفوتيريك. يعني ايه انفوتيريك؟ يعني ماده متردده الشحن، الشحنات يعني فيها سالب وموجب. الطبيعي والله ان البروتين النهايه بتاعته فيها سي او اتش وماسكه هنا في سي اتش 2 وهنا في الاخر في ان اتش 2. طب قال لك نفترض انك حطيت البروتين ده مثلا ايه، افترض ان انا حطيته كده في وسط الكلاي. الكلاي معناه ان الهيدروجين اين قليل، فبالتالي الكلاي هيدروجين اين قليله، فبالتالي ايه اللي يحصل؟ السي او اتش ده هيفقد الهيدروجين اين بتاعته وياخد شحنه سالبه. فبالتالي كده لما يفقد الهيدروجين اين معنى كده ان هو ادى للوسط هيدروجين اين، معنى كده ان هو ماده اسيدك. فنفرض ان هو اتحط في وسط اسيدك، ايه اللي يحصل؟ ال NH2 دي الاسيدك اول حاجه معلش معناها ايه؟ انكريز في الهيدروجين اين. ال NH2 دي تبدا تاخد ال H2 وتكسب شحنه سالبه. فبالتالي زي ما انتم شايفين كده سواء في وسط القلاي او اسيدك الشحنه هتتغير، والبروتين في الالكلاي هيشتغل كانه اسيد هيدي هيدروجين اين، وفي الاسيدك هيشتغل كانه الكلاي هياخد الهيدروجين اين. تمام، دي معناه ان هو متردد الشحنات، يعني ممكن يبقى شال شحنه موجبه او سالبه على حسب الوسط اللي هو فيه. حلو قوي. طب بقى نمسح ونشوف فكره ال فكره الايه، فكره الـ اللي هي الالكتروفوريزيس عن طريق الكهرباء. بس اول حاجه بس نفتكر حاجه كده، اول حاجه ان البلازما بروتين بتاع البلازما بشكل عام عندنا ايه وسطها؟ وسطها قلوي الكلاي او سلايتلي الكلاي 7.35. فبالتالي لما تحط البروتين فيها ايه اللي هيحصل؟ الوسط فيه هيدروجين قليل مظبوط؟ فالسي او اتش ايه هتقوم سايبه الاتش وتاخد شحنه سالبه. حلو، بعد كده بقى مرر شحنه كهربائيه من هنا، بطاريه اهي كده وبطاريه من هنا. لو البروتين ده شايل شحنه سالبه كده حواليه تمام، هيروح ناحيه الانود، الانود اللي هو القطب الموجب بالبطاريه. ماشي كده احنا فاهمينها، بس ايه بقى الفرق؟ الفرق بقى هنا في السرعه، الفيلوسيتي بتاعته. واكيد يعني اللي سرعته اقل هيروح اسرع، القلب من اقل واحد في الوزن، فقصدي اللي وزنه اقل يعني لما تقلل الوزن المولكولار ويت زود الفيلوسيتي، فالقلب من هيروح بقى يليه الجلوبين يليه الفايبرينوجين. فبالتالي هنا ايه، ده هيسبق وده هيدنه كده في الوسط وده هيدنه في الاخر حسب السرعه بتاعته. ودي بقى فكره السيبريشن عن طريق اللي هو ايه، الالكتروفوريسيس. تمام.